شهدت مدينة العريش انطلاق معارض أهل المدارس لتوفير جميع الاحتياجات المدرسية قبل بدء العام الدراسي الحالي. يأتي ذلك في إطار استكمال الدولة جهودها للتخفيف على المواطنين بجميع المحافظات. في إطار جهود الدولة للتخفيف على المواطن بجميع المحافظات، شهدت مدينة العريش انطلاق معارض أهل المدارس بمشاركة أكثر من 90 عارضاً لكافة الاحتياجات والمستلزمات المدرسية من ملابس وحقائب مدرسية وأحذية. إحنا جايين نشوف حال المواطنين، فرحتهم بعودة المدارس وفي جو من الأمن ومن الأمان، ويمكن السادة النواب حقيقي ليهم دور كبير. معالي النائب عزيز يعني معايا النهاردة في هذه الجولة، استمعنا لعدد من المواطنين اللي هم يعني بيشتروا، والأسعار حقيقي مناسبة جدا بالنسبة لهم. يعني أولياء الأمور والطلاب المترددون على معرض أهل المدارس بمدينة العريش أشادوا بقدرة المعرض على توفير كافة المستلزمات المدرسية بسعر مناسب وبجودة عالية بما يلبي كافة الاحتياجات. إن المعرض هنا متنوع جدا من شنط وملابس وأحذية وكراريس، كل ما هو متطلب موجود عندك من حضانة لحد الثانوية العامة، موجود حتى اللانش بوكس بأنواعها، لو في مثلا حد في مدارس خاصة حتى في هدايا وفي مستلزمات مدرسية متنوعة عن العام السابق واللي قبله. لا بصراحة الأسعار هنا حلوة خالص، يعني مقارنة بره النص بالنص، والحاجة كويسة بصراحة. معرض أهل المدارس بمدينة العريش أقيم بالتعاون بين محافظة شمال سيناء والغرفة التجارية بالمحافظة، ويستمر حتى الأسبوع الأول من بداية العام الدراسي بأسعار تقل عن مثيلاتها في الخارج بنحو 20%.